شكرا لمعلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي. بعد رباعية الفريق الأول في شباك الإسماعيلي، المارد الأحمر يواصل التفوق. الأهلي يتفوق على الدراويش بهدفين في الجولة الخامسة لدوري الجمهورية للشباب. يتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة السابعة في بداية اللقاء اللاعب محمد فخري من تسديدة من أكثر رائعة، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90 اللاعب زياد طارق بمهارة عالية. النادي الأهلي يواصل التفوق، ألف مبروك لشباب الأهلي. نروح للتحليل الفني ولكن بعد الفاصل مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت.